زي ما يكون حلم ما بيخلصش. ما هو مش ممكن يكون الناس كلها بيحصل معاها اللي بيحصل لي. أكيد في حياة طبيعية ما فيهاش اللي بشوفه وبحس بيه كل ساعة وكل دقيقة. من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا حاسس اني مش لوحدي، مفروض عليا كيان مش شبهي ومش قادر اتحمل وجوده طول الوقت. الوقت الوحيد اللي بنسى فيه وجوده لما بكون نايم، بيختفي حتى من الاحلام، بس اول ما بصحى بلاقيه هنا مستنيني. ساعات بحس انه شخص غريب وساعات بحس انه عدو. وساعات بنسى الفرق ما بيني وبينه من كتر ما بيتكلم وبيتدخل في كل حاجة. ما بقتش قادر اعرف هو مين اللي بيتكلم، انا ولا هو. ولما بنتخانق، وده تقريبا بيحصل طول الوقت، بنسى مين اللي كان صح ومين اللي كان غلط، مين اللي موافق ومين اللي معترض. وساعات كتير بنسى الموضوع اللي اتخانقنا عشانه اصلا. أفكاره دايما مجنونة، مستحيل يعدي الأمور بهدوء أو يمشي الحياة بسلاسة، وأحيانا وبدون سبب بيهمسلي بأفكار غريبة جدا، لدرجة إن ممكن أكون مع ناس وما أقدرش أمسك نفسي من الضحك. والسؤال، بدل كل اللي بيقوله تافه وساذج وكل ما هاوده أو أنفذ كلامه أنا اللي بقع في المشاكل، إيه اللي بيخليني أسمع منه؟ طب ما أنا أنساه خالص، أتجاهل وجوده، يمكن يزهق، يمكن يمشي أو يسكت على الأقل. لا 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 لا
صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. انت كويس؟ الحمد لله. بقولك ايه؟ ايه؟ هو مفيش اخبار عن الرواتب؟ رواتب؟ مفيش. انت لازم تعصبنا على الصبح. الو؟ ايوه يا استاذ. معلم. معلم. متعلم. اسكت وانا موجود. ومني تتعلم. تسكت وانا موجود. ومني تتعلم. انت معلم وانت مني تتعلم. انت معلم وانت مني تتعلم. تسكت وانا موجود. معلم قول له ها. قول له بقى. قول له ها. تنساش. صباح الخير يا فندم. صباح النور. دي ملفات شركة السيارة ودي أوراق الدفعة الأولى وموضوع العقد هيردوا علينا فيه بكرة إن شاء الله. طيب والأعطال؟ الأعطال بدأوا فيها النهاردة يا فندم تصليح ولو في أي تكلفة إضافية هيردوا علينا طبعا. كويس. اتفضل. لحظة. أيوة. فين ورق المناقصة الأخير؟ موجودة يا فندم عندي عملها كفر لتر بس واجيبها لحضرتك على طول. انت لسه ما عملتلوش كفر؟ لا يا فندم مش تاخد وقت دقيقتين بس واجيبها حالا. انا عايزها على مكتبي حالا. سيب اللي في ايدك وتشتغل فيها. حاضر يا فندم. ما قلتلوش ليه؟ يا عم قول له. قول في حاجة؟ قول دلوقتي. قول له بقول لك دلوقتي. في حاجة؟ لا يا فندم ابدا. بعد اذنك. خيبتك. انت يا خيبتك وانت برضو يا خيبتك. خلص يا اخويا خلص. ما تفرش بقى بنانا وخلينا خلص الشغل اللي ورايا ده. في ايه مالك؟ مين اللي بس؟ هو مين؟ انت بس. صدق انا بس. الو ايوه يا فندم. لا لا دي بس انا قلت لك يا اول حاجه لا لا معلش يا فندم والله كان بس عندي انا اسف خلاص ده ايه ومفيش ايه مش عارف اكتب كلمتين كمان بالمره انا معلش يا فندم جاي خلاص حالا انا جاي حالا جاي ما تخلص بقى يا حيوان. الو 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 انت قلت يا حيوان؟ لا يا فندم اعوذ بالله ده هو اللي هو مين؟ انا لما كنت بتكلم مع حضرتك من شويه هو كان في ايه يا بني ادم انت؟ انا اسف. مش مهم النتائج المهم انه يضحك ويكون مبسوط وطبعا انا اللي بدفع الثمن في الاخر. مالك يا حبيبي فيك ايه؟ اول مره اشوفك في الحاله دي حاسه ان فيك حاجه متغيره بجد؟ يعني انت حاسه ان انا متغير؟ طب قولي لي ايه اللي متغير فيا؟ معرفش بس دايما مش معايا ومش مركز صراحه
امتحان تبقى قاعد معايا كأنك مش معايا. شفت؟ هو ده اللي انا بقولك. انا اسف والله اسف. انا هقول لك. انا يعني هو لما قصدي لما بكون لوحدي. ده ما يمنعش انه احيانا بيملى فراغ كبير، بالذات لما ما يكونش عندي اي رغبة اتكلم مع حد. بحس بشوية هدوء وسلام وانا قاعد بسمعه، رغم الدوشة الرهيبة اللي بتبقى حوالينا في المكان. ورغم ان ده بيخلي الناس تسيء الظن بيا، مش عاجبه حد، كئيب، مش مهتم باللي بنقوله. لما انت تقعد ساكت جيت ليه اصلا؟ وحاجات من هذا القبيل. ولا انت ايه رايك؟ الراجل بيكلمك على فكرة. أنا بتكلم في موضوع مهم. معلش والله سرحت. سرحت؟ وإيه الجديد؟ أنت على طول كده. بتيجي تقعد على القهوة تسرح وتحاسب وتمشي. يا جماعة أنا آسف والله سرحت. وبعدين أنا كنت سامعك على فكرة، مش كنت بتقول عايز تجيب عيالك هنا؟ أجيب عيالي. يا ابني العيال هنا. والله العظيم أنا فقدت الأمل فيك. أمال إيه المشكلة طيب؟ المشكلة إن هم هنا. أنا بقول لك أنا مش عارف أعيشهم هنا، ولا قادر على بعدهم هناك. وزاد وغطى مشكله الوقت، لازم يخش المدرسه ومش عارف هقدر اجيب له. هو احكي لي الموضوع. ما هو اصل الموضوع اصلا مش مستاهل. مش انا قلت لك قبل كده وانت برضه حكمت راسك ومشيت برضه اللي في دماغك ورجعت برضه غلطان؟ يا ابني اسمع كلامي مره، انا بكلمك عشان مصلحتك. انت مش فاهم ليه؟ وانا ايه علاقتي بقى بالموضوع ده؟ ايه علاقتك بالموضوع ده؟ تصدق انت عندك حق؟ انت مالكش علاقه بيه. لا علي ما اقصدش. ايه علاقتك؟ ده صاحبك بقاله 20 سنه صاحبك. أقول لك حاجة، كمل سرحان يا علي. علي استنى خدني معاك. تقريبا اتعودت ان الناس تختفي من حواليا، وان اصحابي ينقصوا كل شوية واحد. عندهم حق. طبعا عندهم حق. وفي يوم زودها جدا وقعد يجادلني يجي ساعتين من غير لحظة صمت واحدة، لحد ما دماغي كان هينفجر. تعبت جدا. كل ما اهرب منه يجي ورايا عشان يكمل خناق. ما خلاش حاجه في حياتي غير وناقشني فيها. وطبعا كالعاده طلعني انا الغلطان في كل حاجه بعملها وكل حاجه بقولها. نعم. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. النهاردة البحر مدة، مع انه الصبح راح زي الدنيا مد وجزر. صحيح. مالك يا ابني مهموم؟ مالك شايل الدنيا فوق راسك؟ مالك؟ مفيش يا ولدي، مشاكل. الدنيا كلها مشاكل، ما فيش حد بدون مشاكل. الدنيا داري ابتلاء. انا ما عنديش مشكله مع المشاكل، قصدي يعني ان مشكلتي مش في المشاكل نفسها. انا مش عارف اقولها لك ازاي. يعني انا حاسس ان المشكله اللي عندي دي مش عند حد تاني. اي حد بيفتكر انه المشكله اللي عنده مش عند حد غيره. يا ابني المشاكل في الدنيا واحده، الفرق بسيط. احكي لي يا ابني، احكي لي. اي حد بيتمنى يلقى له حد يحكي له، خاصه لو كان غريب، لانه الناس اللي بيعرفوه هيحاسبوه. صح. شوف انا احكي لك. هو انا حكايتي غريبه شويه، انا خايف احكي لك تقول عليها مجنون. احكي لي يا ابني، احكي لي. شوف يا والدي، انا من ساعه ما وعيت على الدنيا وانا حاسس ان انا زي ما اكون مش لوحدي. شفت مش قلت لك هتقول عليا مجنون؟ لا يا ولدي، لا يا ولدي، انا ما بضحكش عليك لانك انت مجنون. انا بضحك لانه انت متخيل انك لوحدك كده. يا ابني الناس اللي حواليك دي كلهم كده، نفس الحكاية يا ابني، بس في ناس قدروا يتخطوا الأزمة دي ويعيشوا بسلام. شوف يا ولدي، الناس دي كلها زيك. عين للناس دي، عين لها، بص بص لها كويس، كلها زيك يا ابني. وفي ناس حالتهم أصعب منك، بس تأكد إنه أنت واحد. لا هو هيمشيك ولا أنت هتمشيك. الحمد لله على السلامة. ايه مالك؟ بص لي كده ليه؟ فين الحبال؟ حبال؟ حبال ال يا عم حبال ايه بس؟ احكي لي عملت ايه لوحدك؟ اكيد كسرت الدنيا انجازات عظيمة. ما تيجي نخرج. نخرج؟ نخرج انا وانت. بتهزر؟ بقول لك ايه، حصل انت يا عم، انت يا جدع انت. تعالى طيب فهمني اروح فين. الله، انت يا اخي. انا مش عارف احنا رايحين فين. شغلك بقى حاجه ايه في الحنبولي؟ ايه رايك؟ ايوه بقى، خدش دينا عادي. ايوه اخر السيتي. مش عارف انا كنت مين. انا مش انا دي بلد ولا شكلي ولا ده انا. ايوه
لا تلتفت لتناقض القول الذي يبدو جليا واضحا، ولا تفكر أن تحاصرني لتدك رأسي بمطرقة القضاء، لأنني أقررت قبل النطق بالأحكام بالآثام والأخطاء، ولست أنكر ذلك الزلل الذي يجري بأنفاسي مليا ويدوس عنقي إذا ما سرت منفردا قصيا. أو سوف تأتي ساعة ألقاك لقيا الأصدقاء بلا قتال أو دماء؟ أوليس يجمعنا المصير؟ أوليس يجمعنا المصير؟ أوليس يشملنا البقاء أو الفناء برغم كل الحقد والصوت المعلق حول خصرك والعداء وتبدل الأدوار بين الصبح والمساء والساعة الخرساء بعد انكسار السيف تلو السيف وتناثر الأشلاء؟ دعني أجفف هامتي رغم اختراق السيف للأحشاء، دعني أنظف سترتي رغم التمزق والدماء، دعني أعود إلى الوقوف ولو اتكأت على ذراع قارفت قتلي، دعني أفتش همتي وألم شملي وأدرك علتي، دعني أطبب جرحي الدامي وأمسك حجتي في قبضتي ولا أمانع بعدها.